سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء للأحداث في هذا اليوم أبدأها من تونس، حيث تجمع الآلاف أمام مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس الأحد للاحتجاج على قرارات قيس سعيد، وذلك بدعوة من حركة مواطنون ضد الانقلاب وتنسيقية المبادرة الديمقراطية، وبدعم من حركة النهضة التي حثت أنصارها على المشاركة بكثافة. وردد المحتجون في الشارع شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب ورفض عودة دولة البوليس. من جهته أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا يمكنه من تعيين وإعفاء القضاة في عقاب إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت وحظر إضراب القضاة عن العمل، وذلك بعد يومين من إضراب القضاة بسبب حل مجلس القضاء. ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، وقال إنه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية في البلاد. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس السيد بلقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة. أرحب بك سيد بلقاسم. إذن مظاهرات حاشدة اليوم في العاصمة تونس، كيف تقرأها وهل كانت على قدر المتوقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، فتحياتي لكم سيدي، تحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين. نعم، اليوم هو يوم آخر، هو فصل آخر من فصول مسيرة شعبنا وقواها الديمقراطية ضد الانقلاب وتمسكا بالدستور والديمقراطية والشرعية، رفضا للاستبداد والانفراد ورفضا لكل ما جاء به الانقلاب، وآخره هذه الفزعات نتاع أواخر الليل اللي أصبح بارعا فيها سيد الانقلاب، يصدر مراسيم، يتخذ قرارات في الخفاء من نوع حل المجلس الأعلى للقضاء اللي في نهاية المطاف هو قرار من قرارات الانقلاب التي لا نعترف بها. ومسيرة اليوم تأكيد آخر على أن الشعب التونسي في غالبيته العظمى برمزية الشارع، رمزية القوى المشاركة في المسيرة بقطع النظر عن العدد، لأن هناك تقديرات مختلفة وزوايا تصوير، السلطة الرسمية تأخذ زاوية معينة تريد أن توحي بها أن العدد قليل، في حين أنهم من البداية حاولوا في شارع محمد الخامس إيجاد مربع صغير وعملوا له حواجز ويأخذوا صور من هناك، في حين الحقيقة الحضور هم على امتداد الشارع وكذلك أمام مدينة الثقافة. الحضور بالنسبة لنا مهم في رمزيته أكثر مما هو في عدده، علم بأن العدد أيضا مهم لأن الحضور كان من مختلف مناطق الجمهورية والرسائل كانت واضحة جدا، التأكيد على رفض الانقلاب، التأكيد على العمل من أجل إسقاطه، التأكيد على أن القوى الديمقراطية السياسية والمدنية جاهزة لبناء البديل الديمقراطي اللي هو بديل مشترك وغير إقصائي. نعم، سأعود إليك سيد بلقاسم، سأعود إليك. مشاهدينا أرحب بضيفتي عبر سكايب من تونس السيدة جيهان بوعزيز المحامية والخبيرة في القانون. سيدة جيهان، الرئيس أصدر مرسوما يجعله بحل طبعا المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت، وأيضا يجعله متحكما في القضاء عبر الإقالة ورفض الترفيعات. ما الذي يريده الرئيس قيس سعيد؟ شكرا على الاستضافة، مساء النور على الجميع.
ما الذي يريده الرئيس قيس سعيد؟ الحقيقة هو يعني صعب جدا أنه فما شكون عنده جواب كامل وشافي لما يريده الرئيس قيس سعيد، ولكن حسب يعني تصريحاته وحسب استراتيجية العمل التي جاء بها فهو قد صرح مرارا وتكرارا أنه يعني سيحارب الفساد وأنه يحارب لوبيات الفساد داخل القضاء وداخل دواليب الإدارة والدولة. يصرح أن حل البرلمان، الحل المجلس الأعلى للقضاء جاء في هذا الإطار، وأن يعني الرغبة في الإصلاح هي التي يعني ربما دفعته إلى ذلك. لكن بالنظر الحقيقة للمرسوم الصادر أول يعني الصادر ليلة البارحة يعني ليلا، هو ربما يعني نلاحظ وأنه هناك رغبة في السيطرة على الجهاز القضائي التي تجعلنا يعني كحقوقيين ربما نقف وقفة حذر من القادم ونسعى إلى مراقبة ما سيحصل. نعم. طيب، أرحب بضيفي عبر سكايب من تونس السيد مختار الجماعي المحامي حراك مواطنون ضد الانقلاب. أرحب بك سيد مختار. يعني احتجاجات اليوم في تونس التقديرات مختلفة حولها، ولكن يبقى هناك سؤال: لماذا هذه الاحتجاجات تبقى محدودة ومحددة بوقت محدد وبقضية محددة؟ اولا دعني اهنئ مجموع قواعد مواطنون ضد الانقلاب ومن هو قريب منهم على نجاح تحرك اليوم. هذا التحرك الذي كان مقررا قبل ايام وتحديدا في ذكرى 6 فبراير للمطالبة بكشف كثير من الحقائق، حقائق الاغتيالات السياسية ما قبل 25 جويلية وما بعدها. تحركنا إذن ليس بتحرك المناسبات، والدليل على ذلك أن هذه حلقة جديدة من حلقات التحركات التي تتقدم وتتغير يوما بعد يوم. إذن وقع اليوم التنادي لتحرك رافض لتدجين القضاء ولدق آخر أوتاد تابوت الدولة المدنية التونسية من طرف القائم بأعمال الرئاسة، احتجاجا على تنمر بالقضاء بدأ منذ 25 جويلية توصلا إلى إصدار نص في جنح الظلام كان أعلن عنه داخل وزارة الداخلية. جاء الجميع ليقولوا نحن ضد جمع السلطات في يد شخص واحد، ضد دكتاتورية جديدة تولد من رحم ثورة أهدت للمنقلب وبوأته مركزا لم يكن يحلم به حينما كان مجرد أستاذ في الجامعة التونسية تحت سلطة النوفمبرية. طيب سيد بالقاسم حسن، يعني حركة النهضة دعت أعضاءها إلى أو أنصارها إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات اليوم، هل هذا يعني أو يشير ربما إلى تقارب بين القوى السياسية في تونس المعارضة للانقلاب ويمهد ربما قريبا لجبهة موحدة ضد هذا الانقلاب؟ نعم، يعني حركة النهضة كل التحركات التي انطلقت منذ يوم 18 و26/9 إلى غاية اليوم مرورنا ب 10/10 و13/11 و17 ديسمبر و14 جانفي كانت دائما وأبدا ضمن وفي قلب كل التحركات. احنا في تنسيق كتام مع مواطنون ضد الانقلاب مع المبادرة الديمقراطية، نحن طرف في هذا اللقاء السياسي المدني الديمقراطي العريض، وقواعد حركة النهضة منخرطون تماما في النضال ضد الانقلاب والتمسك بالدستور والديمقراطية والشرعية. بالنسبة لنا بكل وضوح الانقلاب منذ لحظاته الأولى أعلننا أنه انقلاب ورفضناه، واليوم أغلبية القوى على الساحة تعلن أنه انقلاب
وترفضه وتتمسك بالديمقراطية وبالخيمة الديمقراطية. نحن نحفظ أمانة العهد والقسم اللي عملناهم كنواب كحزب كحركة كالتزام بالديمقراطية وبالانتقال الديمقراطي للنهضة، قدمت ليه كثير 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 في سبيل التوافق والاستقرار ونجاحه، وتنازلت عن الكثير من المطالب بتاع مخالفتها وقواعدها وحقوقهم. اليوم احنا الجبهة قائمة ميدانيا، ولو استمعتم للكلمات هناك اعلان على انه سيكون قريبا جدا مؤتمر وطني للبديل الديمقراطي للبناء الوطني الديمقراطي في تونس ضد الانقلاب الذي لا يمكن ابدا ان يعيش. ملاحظه سريعه جدا، هو انه بحله للمجلس الاعلى للقضاء كشر على انياب الانقلاب بشكل سافر، انه الحل عنده هو الديكتاتورية. هو أنا نتصور بعد ما استولى على السلطة التشريعية وملك السلطة التنفيذية قطيبة والسلطة القضائية حتى يملكها قطيبة، سوف يحل أيضا السلطة التنفيذية كما هي واردة في الدستور، ويعلن على الرئيس الملك الإمبراطور الذي يعني ينقلب على كل شيء عملت الثورة وعملت الديمقراطية في تونس. طيب سيدة جيهان أبو عزيز، المجلس الأعلى للقضاء يصر على أنه هو الهيئة الشرعية والدستورية الوحيدة في البلاد، إلى أي مدى هناك خطر اليوم أن نكون أمام هيئتان قضائيتان في تونس، وبالتالي هذا يكرس الاتهامات التي يواجهها البعض للرئيس قيس سعيد بأنه يسعى للانقسام في البلاد؟ ربما دعنا لا نتحدث عن خطر، يعني لأنه الأمر الرئاسي 117 قد حسن جميع قرارات الرئيس بأن لا طعن فيها باعتبار معناها وأنها جاءت في ظروف استثنائية وكإجراءات استثنائية من أجل يعني المبررات التي جاءت بها السلطة التنفيذية. لكن ربما يعني لجمعية القضاة التونسيين وبدعمها لي يعني وعدد منخرطيها بدعمها للمجلس المنحل ربما قد يكونون جبهة من أجل يعني التحرك على مستوى يعني الميدان، ثم التحرك دوليا مثل ما صرح بذلك يعني السيد بوزاخر يعني رئيس المجلس الأعلى القضاء المنحل، وربما يقومون بتحركات دولية التي نعتقد أنها يعني لن تتجاوز ربما التشكي من أجل يعني تونس. قد تعرفون أن تونس قد أمضت عدة اتفاقيات من بينها اتفاقيات متعلقة بالقضاء وبمبدأ التفريق التي تحتوي على مبدأ التفريق بين السلطات، وهناك عديد الجهات المانحة لتونس التي يعني تقوم بمشاريع وأعمال من أجل العدالة في تونس. هنا ربما ستجد السلطة التنفيذية نفسها في مواجهة مع هذه الجهات، وربما لا كذلك، لأن التشكي الدولي نتائجه هو مسألة خيارات يعني بين الدول دبلوماسية، خيارات دبلوماسية بين الدول. غير ذلك في الحقيقة الأمر يعني ليس لهذا المجلس أي إمكانيات كبرى للتشكي أو للطعن. الأيام والأسابيع القليلة القادمة كفيلة بأن تجعلنا نعلم هل أن فعلا ما حصل من يعني إجراءات استثنائية هل هو فعلا في مصلحة إصلاح القضاء أو العكس. أشكرك جزيلا سيدة جيهان بوعزيز المحامية والخبيرة في القانون، كنت معي عبر سكايب من تونس. سيد مختار الجماعي، يعني كيف ستكون برأيك ردة فعل القضاء والقضاة والمجلس الأعلى للقضاء هو الممثل له في تونس؟ هل سيرضخون لقرارات قيس سعيد في النهاية؟ لأنه قيس سعيد عودنا منذ البداية بأنه يفرض الأمر الواقع في النهاية مثل ما حدث في البرلمان والحكومة وغيرها. طبعا الكرة الآن عند القضاة، إما أن يقبلوا بالأمر الواقع أو أن يتحركوا. تقريبا بعلمي أن الجهاز القضائي قد تذوق حلاوة الاستقلالية بعد نضال 6 عقود طيلة حكومة بورقيبة وحكومة بن علي، حينما كان المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، وكان المجلس المستقل المنتخب
الذي يضمن لهم الاستقلاليه نتيجه نضالات بدات مع الهيئه الشرعيه لجمعيه القضاة. القضاة اليوم يستطيعون ان يتصدوا لقرارات الرئيس مثلا التي حصنها من الطعن. المحكمة الإدارية ومنذ عهد بن علي كانت لها سلطة قوية وفق قضاء ممتاز ومتميز في ضمان مثل هذه القواعد كقواعد الاستقلالية وعدم تحصين أعمال الإدارة دون الطعن. هذا خيار أول. خيار ثاني، لابد من أن يتحركوا وأن يتواصلوا مع الهياكل القضائية العالمية الدولية التي يجب أن تتدخل طبعا في ظل ما تسمح به المعاهدة الدولية وما يسمح به القانون، وطبعا في ظل احترام السيادة الوطنية، لأن نعتقد أن سلطة الانقلاب لن تمضي كثيرا في اعتماد هذا النص الذي هو صحيح هو نص مؤقت ولكنه سيثبت الواقع العملي فساده، لأن الاستثمار والخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم والمرتهنة أساسا في ضرورة دخول الاستثمار الخارجي لن يكون هذا النص مساعدا على الاستثمار وعلى وعلى الشجاعة والمبادرة الاقتصادية، لأنه هو لا ضمان في حالة النزاعات. شكرا لك سيد مختار الجماعي، محامي حراك مواطنون ضد الانقلاب، كنت معي عبر سكايب من تونس. أخيرا سيد بلقاسم حسن، يعني المجلس الأعلى للقضاء اتهم قيس سعيد بخرق الدستور عبر قراراته الأخيرة، يعني السؤال المطروح، ما الجديد؟ قيس سعيد خرق الدستور منذ اليوم الأول عندما جمد البرلمان، وهو يقر بأنه غير مرتاح لهذا الدستور ويريد أن يغيره، هل هذا يكفي اتهام قيس سعيد بخرق الدستور أم يجب أن يكون هناك شيء آخر، عمل آخر لإسقاط هذا الانقلاب؟ شكرا على السؤال وعلى الاستفسار، فعلا يعني الموضوع يستدعي مثل هذا التوضيح. الخرق متاع الدستور ابتدأ يوم 25 جويلية بخرق الفصل 80 بكل وضوح، مهما حاول مساندو قيس سعيد التأويل والتبرير والتفسير اللي ما عنده حتى علاقة نهائيا بأي منطق. اليوم الخروق شملت تقريبا جميع أبواب الدستور من التوطئة إلى كل الأبواب إلى كل الفصول، آخرها الفصل 114 متعلق منها بالمجلس الأعلى للقضاء اللي هو لا يعينه رئيس الدولة وثلثي المنتخبين، هو يشمل كل عائلات القضاء، هذا وقف على القضاة فقط، والقضاة يرفضون تماما عبر هياكلهم الممثلة وعلى رأس المجلس الأعلى للقضاء وجمعية القضاة والقضاة الشبان أيضا، كذلك السيد الكريم المجتمع السياسي والمدني يعتبر الآن رئيس الجمهورية بكل هذه الممارسات خارج الشرعية. واضح، ليس فقط خارقا للدستور وندعوه إلى هو خرج على كل شرعية، الآن هو في وادات والشرعية والدستور والديمقراطية في واد آخر لا علاقة ولا لقاء ولا حوار بينهما. احنا ما عادش بالنسبة لنا ننتظر من قيس سعيد يرجع إلى شاهد العقل والصواب، احنا بالنسبة لنا سقوط الانقلاب يعني زوال كل هذه الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ يوم 25/7، وهذا طبعا بإرادة شعبنا وقواه الحية الديمقراطية. اليوم الجبهة السياسية قائمة الذات فعليا، يعني أنا أقول لك حركة النهضة وقلب تونس وإدلاف الكرامة وحركة تونس الإرادة وحركة الإرادة الشعبية وأمل وعمل ووفاء، أظن كله في الخادة واحدة منذ البداية، وهناك جبهة ديمقراطية الأخرى اللي فيها التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري وهناك الانقاذ الوطني، اظن كلهم متفقين ضد الانقلاب. اليوم البديل الوطني واضح بالنسبه لنا، البديل مش اشخاص، البديل هو وثيقه التزام عهد كامل، هو من باب حفظ الامانه اللي نحملوها دستورنا ونحو تجربتنا الديمقراطيه، ازاله كل الشوائب اللي جات نتيجه الترزيل ونتيجه التجاذبات الخطيره اللي قايمين بها هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب والذين يدعمون الانقلاب واللي يحبوا يرتاحوا من هذه الديمقراطيه اللي جات
في ثورة 19 ديسمبر 14 جانفي في ثورة الحرية والكرامة، بس بحققوا الانتقال الاقتصادي والاجتماعي إن شاء الله بعد ما نجحنا في الانتقال الديمقراطي. وأيام الانقلاب محدودة ومعدودة، نؤكد لكم ذلك شعب. شكرا شكرا لك سيد بلقاسم حسن، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، كان معي عبر الهاتف من تونس، والمعذرة لضيق الوقت.